حياكم شباب في الحلقة الثانية لبودكاست سبون بوينت، البودكاست اللي نتكلم فيه عن الألعاب تكنولوجيا وأي شيء يهم عالم الجيمرز. يب. طبعا الحلقة اللي طافت اللي هي أول حلقة يعني we had our differences here and there وصارت عندنا أشياء بس يعني صلحناها. اليوم خلنا قبل أن نبتدي الحلقة خلنا نتكلم عن ريسبون. ايه خلينا نتكلم اشياء اللي صارت عندنا هالاسبوع او اليوم. اول شيء بنتكلم عن انه يوز مريض فالصوت الخشب اي صوت عود عليه لازم اسحب شوي نفس بس يعني انه قبل ما هي ويل نوت سكيب لازم اسوي البودكاست. فا مثل ما قلنا اخر حلقه كان البودكاست كان عندنا اشياء نبي نعدل فيها شوي بنعدل في اشياء زياده ان شاء الله تشوفوا الاشياء لا حبه قبل ما تتحكي عن ريسبون تبون اجين نعرف روحنا تدي بالهوست يويوز وياكم علاوي وحمود اعتقد بتحط لنا التويتر مالنا ان شاء الله حط التويتر مالك اذا المفروض اشتغل المفروض في التويتر الحين اذا تبون اذا في اي احد عنده مثلا بحط لنا دايركتلي عن اي موضوع او ان سجستشنز اشياء ثانيه في التويتر مالنا بكون تحت كل واحد منا مفروض وير تيستينج اوت ستف اشتغل ترى احنا نشوف يعني قاعدين نطالع الديلي بس لان قاعدين نجرب اول مره فعلى تويتر مالنا تويتر اكونت تقدرون تسوون لنا فولو او يعني تكلمونا كلمونا اي وقت ارسلوا لنا تويت اني ثينج وعندكم حساب ريسبون بعد ريسبون بي اتش على تويتر على انستغرام تقدرون تدشون هناك وتكلمونا عن اي موضوع بخصوص اي شيء عن جيمنج ان اي ثينج احنا بنرد عليكم يعني وعلى مثل ما قلنا على طاري ريسبون وي ونتد تو توك اباوت شويه عن الاشياء اللي صارت في ريسبون الاشياء اللي تصير في ريسبون طبعا احنا بنتكلم البودكاست presented by أو made by Respawn فلازم نتكلم شوية عن المحل وعن الأشياء اللي إحنا نحس إنه راح تفيد حق الناس اللي ما يعرفون عن المحل وتشوفون البودكاست اللي هي مثلاً ASMR this podcast is sponsored by not no I wish not yet please you can be sponsored إلى الناس المعنية فهموها إنزين فاي اللي كنا بنقول ان الاشياء اللي نبي نقول عن المحل ممكن تفيد الناس اللي ما يجون المحل او ما يعرفون عن المحل يمكن تفيدهم فاي واحد منكم يبي يقول عن نتكلم عن اليوم نتكلم عن زين اليوم كان عندنا اليوم تقريبا مو الاوفيشال لانش حق ام كي 11 انزين كان عندنا تيكن ماستر هني واللي ما يعرف تيكن ماكس ماستر بعد يعني وان اوف يعني برو بلاير البحريني المشهور عندنا انزين كان عندنا يعطيهم تقريبا تريننج سيشن حق اللعبه وصراحه انا ما كنت موجود حمود يوس كانوا موجودين اكثر وشافوا اي انجويد صراحه كان يعني شيء انه مرتب صراحه من يعني احنا حاولنا نساعد باكثر ما نقدر بس البرزنتيشن كامل كان من تكن ماستر لو سيد هاوس سوى يعني شغل البرزنتيشن اللي سواه عجيب يعني يشرح لك البيسكس كامل انا تكلمت مع شوي انا يعني ما العب يعني ما العب فايتنج جيمز ان جنرال مورتال كومبات لعبتها يمكن كم مره مورتال كومبات 7 اتذكر في الجامعه بس لما سالت بعض من الشباب اللي كانوا قاعدين ويسمعون يقولون يعني كان بيرفكت اعطاهم اول ذا ديتيلز مال البيسكس انه يعلمهم البيسكس لان اللعبه فيها اعتقد تغييرات على ما اللي شفته من الحكي انه فيه تغييرات من مورتال كومبات من اخر مورتال كومبات كان في تغييرات بس يعني انا شفت راح تشوف الفايتنج جيمز دائما لازم تكون اللعبه تتطور ترى ويا الوقت لا تنسون هالشيء اي لان انت اذا بتضل تلعب على نفس اللعبه وبتر جرافيكس ما اعتقد يعني بيصير ملل بالضبط لازم شيء جديد يو هاف تو يعني فيها الحين شفت امس كنت العب على اجربها اول مره نزل كان فيها ديفنس واتاك انزين يو كان بوست يور ديفنس الموفمنت يو كان بوست يور اتاك صراحه ما ادري يعني ادري ان السبايان قاعد يطلعوني مال فايتنج مال اف جي سي على اللي صار فيها شورت جامب على اللي قال وانا ما العب اللعبه يعني ان على اللي شفته من هال فهمت انه في هاي مثلا الديفنس اتاك شفت اللي لما تضرب اعتقد كان تضرب وياها ار1 يصير يقول لك يعني هاي في اشياء مثلا حتى واذا واحد يسوي لك كومبو خاص يعني هو اللي وراه انه في كومبو مال سكوربيون معروف انه اذا تسوي الكومبو مال سكوربيون اذا في هال ديفنس تستخدمهم اثنين في تو بارز اذا تستخدم اثنينهم تخرب الكومبو مال شو اسمه مال سكوربيون وبعدين هو قاعد يسوي عليك كومبو انت يو كان بونش هيم اوكي على هذا انه يعني اتس ويرد بس لكن لهالدرجه كان شرحه ان يعني ايه عجيب لا كان يعني حلو كان حلو. هو يفكر انه يسوي اشياء بعد زياده ان شاء الله في يعني المستقبل القريب انه الاسابيع الجايه انه يسوي مثلا يروح شوي زياده ان ديبث حق الكومبوز اشياء ثانيه فاي احد مهتم في الموضوع تابعونا على انستغرام احنا راح اي كل مره راح يسوي اي شيء ثاني راح يكون في اناونسمنت دائما على انستغرام قبل لا ننتقل حق موضوعنا بعد قاعدين على نفس الموضوع
الموضوع ده مال سيد هاشم. انزين قاعد احنا ريسبون قاعد نفكر ان نسوي اكاديمي حق اذر جيمز بعد ايه. يعني مثلا برينج الاوادم المشهوره اللي تلعب اللعبه انزين ونقول لهم واي وي دونت دو اتيجنج سيشن. يعني انا عني صراحه ابي اتعلم مثلا هارتستون مو تعلمتها من قبل اوكي لعبت اللعبه بس استل بس درز اندبث اكزاكتلي نتكلم عن المتا كلنا نلعب هارتستون بس في اشياء اندبث في اللعبه بس يعني انا صراحه ودي اذا في احد حق رينبو 6 مو قاعد افوز كبدي قاعد اخسر بس احنا رينبو 6 رينبو 6 احنا بس نحصل زف هذا اللي نتعلم منه الزف مال شخص معين يعرفنا ما يحتاج نذكر اسمه عباس بدون ذكر اسامي يحتاج بدون ذكر اسامي عباس انزين اعتقد خلينا نبدي حلقتنا اي اوكي فهذا كنا نتكلم عن ريسبون باختصار يعني اذا في اي شيء حياكم المحل احنا موجودين تقريبا كل يوم كل يوم مو تقريبا بس انزين ما قلتون لي شباب ايش لعبتون هالاسبوع هالاسبوع ايش لعبنا لان احنا دائما نلعب يا بعض اوكي دائما. اوكي اللعبه اللي رجعنا لها تقريبا اللي كل فتره نلعب شوي بنرجع فاكتوريو طبعا لعبنا انا وعلاوي يوز ماينس مي انا ما بدخل اياهم صراحه فاكتوريو ما انا تشيل جيم اتشيل هل عجبني فيها بيني وبينها ترى لاف اند هيت ريليشن شيب يعني مو احنا نشوفكم سو ماتش تايم احنا وراكم نشوفكم ترى نشوفكم يعني تركزون وشي يعني انت تعرف اللي يو دو يور ستاف اون يور اون بيس صح تبني لك شيء ومثلا تسوي لك فاكتوري يسوي مثلا جرين شيبس وشنو انت قاعد تعدل وشنو تروح تدور اونلاين يو كان تشيل اكشلي وايل بلاينج ذا جيم يعني واذا تلعب بروحك تقدر حتى تشغل لك اغاني وكذي بس تقعد تسمع اغاني وتلعب على راحتك نفس ستاردو تقريبا ستاردو ما لعبنا بس لعبناه من زمان بس يعني اتس سو تشيل اي لايك ات فاكتوري وان اوف ذا جيم اللي كنا نلعبها الاسبوع شنو في بعد غير انزين عندنا لعبنا بعد فاكتوري انت لعبت انا لعبتونها والله لعبنا وورد وارزي انا ما لعبتها فما بعرف عنها والله توقعت انا شوف انا شايف اول شيء انا ما اعرف ولا نقطه عن اللعبه شنو اللعبه شنو الكونسبت مال ليفت فوردد صح لو مو صح لعبت شنو ليفت فوردد اي اوكي شلون كان السرفايفل لا انت انت شلون عجبتك ليفت فوردد شلون عجبتني اي يعني اي كثر عجبتك واجد اكيد من احلى الالعاب بيسكلي تقريبا ليفت فوردد ادفانس خلينا نقول ما صارت ليفت فور ديد 3 صح مو صح لا ما سوى ذس از ليفت فور ديد 3 يعني كووب سرفايفل سرفايفل ايبك جيم انزين يعني يو هاف فان وايل بلاينج ما تلعبها يو تشيل وايل بلاينج تعرف تلعب اللي اي ليش حماسي اكزاكتلي انزين والكونسبت انه هي ثيرد بيرسون شوت ثيرد بيرسون ثيرد بيرسون برسبكتيف غريب يعني يا زومبي اوكي بالضبط كانك تلعب خلينا نقول اي كانك تلعب ذا لاست اوف اس بس كووب عرفت هاي اللي عجبني فيها اتس نايس انزين ابجريدز في هاللعبه اوكي انزين كلاسز وتاخذ ويبنز وكذا اي تاخذ ويبنز الويبنز اللي فيها صراحه يعني good amount of weapons حاليا واعتقد انه بيضيفون عليها نفس ليفت فور ديد ليفلز ولا اتس وان جيم يعني انه كونتينيوس لا تقصد من ناحيه الجيم بلاي يعني ليفت ايه الجيم بلاي كان ليفت فور ديد اتذكر ان انه ما ادري ديفرنت كامبينز يعني اتس فور ابيسودز ترى اللعبه بيست اون ذا موفي يو سو ذا موفي لا اي انزين فور لوكيشنز اعتقد كانت جيروزاليم طوكيو نيويورك نيويورك وموسكو اعتقد انزين فكل واحد لهم فور كاركترز خاصين بهم اوكي يعني ديفرنت كاركترز ديفرنت كاركترز انزين ف يو بلاينج كان قاعد يو بلاينج ذا موفي اوكي اتس ا بارت اوف ذا موفي بس اتس ا جود وترى اذا طالعت الموفي حتى شلون الزومبيز يركضون انزين اند ذي كان فورم الوول ويركبون باي نفس الشيء ات هابند فور اس وي سو ذات ذا وول زومبي وول ات واز سو سكيري راحوا يغنون وخربوا على في بعض الناس اول ما لعب اللعبه سيده لعب اللعبه شو اسمه قال اوكي بجربها انسين انزين 3 سكند قام يصرخ قاعد ما يصرخ الموت سوا هني بالمحل اي علاوي انسحب يقول ايش فيك قلت له انت شوف انا كنت قاعد طالع سيده ما راح اطالع ايش صار مات زومبي انت اللي لعبت انسين يعني مو واحد بالمحل يوز بعض الناس انا ونت تو فيري هارد اتس بيتر ذان انسين اوكي ف ريكومندد اللعبه اي ريكومندد يعني فيكتوريو ريكومندد اللي بيلعب لعبه شن وي هاف سمثينج تو توك اباوت وان ات كمز تو وورد وورزي اتس اون ايبك جيم ستور بات هي يعني ان ذا توبيك اوف لاست ايبيسود بنرجع لنفس التوبيك بات وي هاد تو بلاي ات اتس ا فان جيم اتس نايس يعني انا يوم شفت فيديوهات اي وونتد تو بلاي يعني شوف بس اوكي جربتها ما شنو بس لو كانت على ستيم بتكون احسن 100% اوكي شنو في بعد انزين لعبنا شو اسمه ريمو 6 ريمو 6
فور ذا ستريم رينبو 6 لمده مره كم شهر قدام ان شاء الله ما بتكون دائما هالاسبوع رينبو 6 لعبنا اللعبه اللي رجعنا لها اوفر واتش لعبنا اوفر واتش انا وعلاوي امس والله اوفر واتش لعبنا كنا في عندهم الستوري لا البي في اي لا ايفنت بس صراحه هاي مشكله اوفر واتش اوكي بليزرد اي لاف يور ستوري اي لاف ثينك دونت keep me hanging ايه اتسكلف يعني هانجر في نهايه الموضوع اي هذا اعتقد اول او هم سووا 3 ميشنز من نفس اللي ينزل هالفتره اوكي لعبتهم انا كلهم وكل سنه احنا ثلاث سنه يصير هالايفنت اللي في بارت اوف روم يا زعم الهيستوري مال اوفر مال اوفر واتش تلعب كايجنت اوف اوفر واتش اوفر واتش ستيل لانه ذا هول قصه اوفر واتش ان الحاليه يعني ان on this the present day and Overwatch is dead خلاص they canceled Overwatch there is nothing on okay. اسمه Overwatch فالmissions الثلاث اللي صاروا اللي السنة اللي طافت واللي قبله وهالسنة كلها عن missions مال Overwatch agents إن شلون شوي شوي وصلوا لمرحلة okay. اللي الحين Overwatch is ended and how they become an Overwatch بس في هل mission اللي لعبناه وعلاوي أمس يلعبون يعني تلعب وتوصل النهاية في كليف هانجر إنه كان أو ترى بنقول لكم إنه شيء عود شو بيصير وكاركتر صغير جدا وشنو اللي ما تكلموا عنهم من قبل وحين المشكلة اللي خلتني مو أكره إن أتملل شوي من أوفروتش إن أنا أحب القصة مالت أوفروتش واجد يعني أحب اللور مالت وكل شيء إلا الويت أوف مانس يعني يبوا لك على الأقل 4-5 أشهر قدام عشان إن تقدر شو اسمه تعرف شوية زيادة من القصة تحصل يعني يمكن 1% زيادة من القصة عشان توصل شوي يعني خليك تقول لمتى يعني لا ترى لو بتتذكر ترى واو نفس الشيء World of Warcraft بالضبط نفس الشيء ترى احنا اغلب شيء يعني على ما ينزل من باتش لباتش we have to wait تقريبا شهر لثلاثة اشهر بس you have so much stuff to do يعني انزين لو نوصل as cliffy hangy and as بلا 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 في بعض في some scenes some cut scenes اوكي انزين اللي اوكي ابا اعرف شو بصير بعدين لمتى اي بس لكن يعني انه مثلا the whole expansion you know انه في مثلا start and end for the expansion هذا قصة overwatch كاملة يعني انه ما في مثلا وبعد مثلا هنقول انت اذا لعبت Overwatch or compared to World of Warcraft or Warcraft تقدر تلعبها for the story تسوي كوستات وشنو تحسب bits of the story characters غير وشنو حتى تقدر تروح expansion قدام انزين Overwatch اذا خلصت من هذا المشن وبعدين بتلعب اللعبة عادية just gonna play again like team versus team ما في قصة ما في شي تسوي ما في كوستات you get nothing فأحس شوية الكليف هانجرز يبللونك وخلونك توصل مرحله تدري منه الحين ما ابتدى يشرح اي قصه رينبو اي رينبو تحلهم شالوا لا مع ان ترى احنا يعني يوبي سوفت ترى معودين عن وان اوف ذا ستوريز يعني اساسنز كريد يعني ايبك كونتست كونتكست انزين المهم انزين ونتكلم عن مثلا حتى عن تومي كلانز نفسهم تذكرون سبلنتر سيل زين ترى سبلنتر سيل المفروض قصته يعني لا ننسى ترى تومي كلانز اتس نوفل ومو صعبه يعني يو جاست اد على النوفل نفسها ولا مره فكرت فيها تدري يعني رينبو 6 سيج ان نوفل ترى اي ادري ان اتس نوفل بس ولا يجي في بالي ان ترى رينبو 6 مفروض ان ذا هول رينبو 6 جايه من ات كمز فروم ا بوكس بس لا تنسى ان انا يعني قاعد ما ادري صراحه بس ما اعتقد ان ديز اوبريتورز ار ان ذا بوك اي هاف تو تشيك يمكن بعد يمكن ترى في تشانس عودي يصير ما ظنيتي بس يعني إيه مثل ما قال يوز ان تو مهتدين من اللي صار في الانفيتيشنال هذا الشورت ثاتشر ويا دوكيبي اظن لا ترى اذا تنزل الاسيتس حق ديزاينر اسيتس نزلتهم انا من قبل واسوي الفلاجز وكل شيء انزين ترى في سم بوسترز تشوف انه مثلا موزي وغريدلوك قاعدين يا 6 زين اند هوز 6 ترى 6 شو هالمشكله انه 6 كان قبل بنيه وبعدين اي دونت نو وات هابند ما ادري دي تشينجد في الانفنتيشن اللي بالفيديو حطوا شخص لا ترى هاي 6 كانت بنيه في اعتقد اذر رينبو 6 اللي قبل اوكي رينبو 6 فيجاس اوكي شو اسمه بس شوف هالمشكله نفس شوي اوفر واتش انه في واجد كونتنت حق الستوري بس لازم تطلع برا اللعبه واجد عشان تروح مثلا كوميكس وما شنو شورت انيميشن كنا نقدر نطلع شورت انيميشن which is good بس مثلا انك تروح تدور في البوسترز ولا تدور في الكوميكس ما حد يبي يعور راسه لا بس انا بقول لك في تو تايب اوف جيمرز لازم نرجع للموضوع في ناس اللي اوكي بطالع اوكي جاست شورت فيديو اي دونت وان تو واتش ات اي وان تو بلاي
في ناس يقول لك لا I wanna go to the lore. إيه بس I don't want to look for the lore. عرفت إن أنا ما أبغى مثلاً يكون حد صعب عليه مثلاً. أوكي كوميكس مال Overwatch are really good وفيهم واجد من القصة, بس لازم تروح ويب سايت مال Blizzard تدور أو وين الكوميكس ونزل هالكوميكس ما يحطون مثلاً في اللعبة نفسها ولا في اللونشر مالهم. نتكلم عن اللعبة لها كوميكس وكتب وفيديوز وهاي وتضيع عشان تعرف ستوري مال واحد بس. بس عندهم نوبل Overwatch ما عندهم نوبل. أوكي صح صح. مو هاي اعرفه انام هذا اللي بالتايم ستوري. اوكي وانا موف انزين نتكلم عن المين توبيك عندنا اليوم او تبغى تتكلم شوي على السريع نتكلم عن الهاي جيمز ما نبغى نروح ان ديتيلز فيهم عشان ما نضيع وقت. انزين يوز كان يو ريد الاب كومينج جيمز سو اب كومينج جيمز مورتال كومبات 11 از كومينج سون المفروض يعني شوف تكنيكلي اي اوفيشلي المفروض 23 اوف ابريل بس بيكوز وي ار ان بحرين ان جلف ما يفتكرون فحصلناها قبل يعني عندنا دايز جون از كومينج اون 26 والله انا صراحه دايز جون اتذكر شفتها في اي 3 يعني ام اكسايتد فور لوكس بروميسينج اتس كونسول اتس كونسول بس هي مان اتذكرني في لاست اوف اس. شوف انا عندي عشق يا لاست اوف اس بشكل مو طبيعي. اي شيء يشبه لاست اوف اس بروح العبه. هاي لاف لاست اوف اس. Oh, that's why, you know, that's why I'm so excited for it. Super Meat Boy Forever. I'm not sure how the new one or... I'm not sure, but I'm sure it's Super Meat April Boy. To be concluded. I've heard about it. ما سوى announcement بالضبط. I've heard about it. شكله مو أكيد يعني لحد الحين. قالوا إن هالفترة بس مو أكيد بتنزل لحين. شوف, Dauntless لعبت البيتا مالها. قالوا بتصير نفس Monster Hunter. Dauntless أي واحدة؟ صار 4-player MMO. يعني فور بلاير يعني إيه شفت مونستر هانتر بالضبط يعني مونستر هانتر وفورتنايت جرافيكس بيسكلي بالضبط تقريبا بالضبط نفس الشيء. ذا بروبلم از انزين لعبتها في الالفا وكنت انتظرت تقريبا يمكن 6 ساعات لما تشتغل اللعبه. اي واز ويتنج فور ذا كيو اند ات واز حدها بروميسينج بس مان قاعد الحين قاعد اقول ترى لعبه في الالفا او تشوف فيديوهات حقها هذه كانت الالفا مالها تمأسة. اوكي عرف يعني في العاب الفا مثل ساتسفاكتوري الفا مالتها اميزنج بس شوف فيها جليتشز بس مو انه ما تشتغل. بنشوف يعني بعد البليت يعني الترايت. عندنا اللعبه اللي بعدها سوبر كريت بوكس. I don't know this game. Never heard of it too. It will be on April يعني المهم. عندنا كاتانا زيرو اخر لعبه راح تنزل 18 ابريل 18th of April. اوكي هاي الالعاب راح ينزلون هالشهر. ما في طبعا بدايه سنه او نص السنه شوي صغير خفيف اي خلاص ننتظر الحين الالعاب نوفمبر وشنو كريسماس اسوي بعدين اللي هو على قولتهم هم يمشون طبعا بالكوارتر عندهم برا فسمر سمر ترى شوي ثيرد كوارتر دائما منسي كل لاست كوارتر اللي يصير فيه الضرب. الحين لا تنسون ترى اي 3 قريب اي 3 يس وي جونا سي سم ستاف وي جونا سي سم ستاف. البودكاست اللي بيكون يمكن ساعتين ترى للحين قاعد ننتظر. احنا كان في الرومر اللي تاريخ 24 بيصير الاناونسمنت حق ريد ديد ريدمشن على البي سي 24 ابريل وصراحه لحد الحين يعني تاريخ كم اليوم الحين اليوم 19 يعني باقي 5 ايام. وير ويتنج تخيل يكون على ايبك جيمز بتكون على ايبك جيمز. لا الرومر يقول لك انه بتكون على ايبك جيمز. شوف قبل ما نروح حق التوبكس شيء سريع عن ايبك جيمز. انا ما قريته كامل بس ديفلوبر مال بوردر لاند 3 سو كتب كتبوا يعني انه واحد منهم كتب ارتكل اللي هو اعتقد الجيم ديزاينر ان يتحكي عن حق وش بيحطون على شو اسمه على ايبك جيمز وهي ادريسز الايشوز اللي قلناهم بالضبط. ما ادري سمع البودكاست مالنا ولا لا شكله بس يتحكي عن انه ليش بيحطون مع المشاكل اللي فيه او اللاك اوف فيتشرز اللي فيه شو اسمه ان ليش بيحطونها على ايبك جيمز. والشيء اللي قاله اللي تكلمنا عنه في البودكاست بعد انه راح يكون في اكسترا فيتشرز اللي بيطلعون يعني الفيتشرز اللي كل من يبيهم في اللونشر بيطلعون في هالفتره اللي ما تطلع اللعبه. ف أوكي. على حكيهم انه ذي ويل ابديتد فمثلا خلينا نقول خلا ليتس نوت نقول ان الابيك جيم لونشر ويل بي باد فور ايفر. لا انا هوبلي بيعدلونه ان شاء الله شيء يوزبل ات ويل بي فيكست. فخلى التوبكس اسبوع لطاف اسبوع لطاف. ليتس جو فيرست توبك على يو وان ستارت ات. انزين يوز ستارت ات يلا انا اروح اليوم شو اسمه يعني نيكست جن كونسولز. نيكست جن كونسولز بلاي ستيشن سوني قبل فتره طلعوا في بريس كونفرنس اظن او اللي هو شو اسمه مو بريس كونفرنس اعتقد ارتكل كتبوا ارتكل او قعدوا ويا ريبورتر ولا شيء من جريده او
ميديا يعني مو متأكدين من وين بس طلعوا ديتيلز yes it was there يعني I always عن شنو ديتيلز عن بلاي ستيشن 5 سمونها we call it 5 yes but بس أكيد يسمونها بلاي ستيشن 5 I don't know come on سووها بلاي ستيشن 1 2 3 4 لا بس إكس بوكس راحت إكس بوكس غير لأن إكس بوكس إكس بوكس بدأوا إكس بوكس بعدين إكس بوكس 360 صارت إكس بوكس 1 ما عندهم يعني إنه ما عندهم رقم بس بلاي ستيشن متعودوا بلاي ستيشن 1 2 3 يونيفر نو يونيفر نو يعني الحين إذا شفنا ويا باتل فيلد شفنا ويا باتل فيلد يعني لا أحس 100% بيسوون بلاي ستيشن 5 it just makes sense بس مان ترى مو فن بلاي ستيشن 5 اي بس لما تبي يقولون حقك انت مو فن بس حق مثلا الكاجوال كونسيومر اللي بيشتري يعرف انه ترى اوكي ذس از ذا نيوست بلاي ستيشن عرفت انه ما يكون صعب عليه بس خلينا نقول اذا سموها خلينا نقول اكس بوكس 1 كان شيء غبي انا بالنسبه لي كان شيء غبي لان احنا انا افهم انا ادري انا طالع جيمنج نيوز وشو ادري ان اكس بوكس 1 از ذا نيو اكس بوكس صح بس اذا جاء واحد بيشتري وعنده تو اوبشن او ابو مثلا يسرح اقول في 360 في اكس بوكس 360 او في اكس بوكس اكيد ليش اشتري 1 اذا في 360 على رقم اكبر ما داز ميك سنس بس خيال خلينا نقول سوني يسمون وارخص تخيل ليش اشتري الاخس صح اكيد ايماجن مسكين الصبي عنده بلاي ستيشن 4 يكون زين وبجيب لي اكس بوكس 360 يلا نروح العب هاي هديه العب هيلو 3 بالضبط احسن ترى احسن لك من اكس بوكس 1 زين تخيل مثلا سوني سموا بلاي ستيشن نيو نيكست جن كونسول سموا بلاي ستيشن فور اكزامبل فالهالا تخيل انت كشخص غريب يكون شلون بتسميه صعب انا دائما بسمي بلاي ستيشن 5 6 7 اي شيء كيف بيقول بلاي ستيشن فوانا توك ترى انفيديا عندهم 700 جرافيك كارد وكل واحد لا اذا تبغى تتكلم اذا تبغى تتكلم خلينا نتكلم عن كول اوف ديوتي كود 4 كود 3 عمرها ما تسمى لان سوى كول اوف ديوتي لان صار صعب صار كول اوف ديوتي 1 2 3 بعدين كول اوف ديوتي 4 مودرن وارفير صارت 4 بعدين صار Call of Duty Modern Warfare 2 War that war كود خمسة يا عيال انزين اوكي فنتكلم عن السوني فانا بنتكلم عن البلاي ستيشن 5 سنس انا عندي الارتيكل مبطل عشان نقول وش الاشياء اللي قالوهم فاللست الاشياء وشوف عشان الكل يعرف يوز علوي علوي اكثر واحد بيكون فاهم في البارتس اكثر مني يوز بس يوز يفهم اكثر مني فانا I'll say the parts مثلا CPU GPU وانتو قولوا لنا how does it affect مثلا gaming شلون بيكون okay. احسن okay. بالنسبة حق okay. next gen gaming okay. for sure. فقالوا عن CPU ان PlayStation 5 CPU بيكون AMD chip based on Ryzen 8 cores 7nm Zen 2 هاي حجم الكور بس okay. انا بقول لك the problem is انت قاعد تتكلم عن Ryzen انا قاعد اقول لك مثلا بيكون based on Intel i7 أي. زين اي 7 في الحين في 9 جينيريشن حق الاي 7 وكل جينيريشن في مليون وكل جينيريشن غير انزين موديل فا اي دونت نو وات جينيريشن اي دونت نو شلون السبيد ماله انزين احنا ترى مور فوكس اون جرافيكس از من بس عرفت بوث اوف ذم ار وركينج سيم تايم بلاي ستيشن هاز اولويز يوزد اي ام دي از ذير اثنينهم ترى اثنينهم حتى اكس بوكس حتى اكس بوكس لان اعتقد حتى اكس بوكس اي دونت نو ليش ما يحبون انفيديا I think deals عندهم. أعتقد deals. أكيد في شيء سبب. بس يعني إن هالمعلومة ما تعطينا ولا شيء خاص. صح. يعني إن أوكي. Based on Ryzen. يعني أنا based on Ryzen. الناس اللي ما يفهمون في البي سي بارت ولا. Basically I'll translate it. I'll translate it كأنه واحد يأخذ. ما يفهم. لا إيه. يعني كأنه قاعد يقول سيارة ستة سلندر. اوكي يعني في واجد سيارات في سيارات واجد 6 سلندر اوكي اتس جود بس 6 سلندر زين كم حصان كم حصان واتيفر الكورز ماشين نفس الشيء مو ازيد من قبل نفس اقول لك لا 6 سلندر يعني كم كور كم جيجا هرتز راح يكون كرنت كونسولز مثلا اي دونت نو صراحه اعتقد 4 كورز بلاي ستيشن اعتقد دبلينج ذا كورز يعني ذاتس سمثينج اكيد ذي ويل انكريز ات بس ذاتس جود على الاقل ما بيخلون نفس الكورز صح نيكست عندنا اللي هو جي بي يو بيكون يقول لك GPU will be custom AMD Navi GPU supports ray tracing. Ray tracing. إنزين. Still أنت مو قاعد تقول يعني support ray tracing. إنزين أنا قريت على هالأرتيكل ترى الحين GTX you can شغل عليها ray tracing. يعني أنا عندي لو شغلت 1050 Ti أو 1050. It will kill your GPU but بالضبط. Hey it will work. It بالضبط. إنزين. أنا شو الفائدة إذا شغلت ray tracing إنزين على GPU ما بيعطيني إلا 30 FPS.
That's to be honest, race racing is a new thing nowadays. وأحس صعب. مو كأن اللي صار ليك عن أو مو صار ليك سووا أنا سمعت عن new graphic cards مال Nvidia. I saw. شنو ray tracing من تدري؟ 660 اللي شو اسمه؟ No, he means the 11 series. 11 series. Sorry, okay. 1660. بيكونون بدون ray tracing. لا. ما فيهم. لا sorry مو ray tracing. اسمه. يعني مو RTX. مو RTX on. ترى شوف كلهم يشتغل على الري تريسنج. الري تريسنج از جاست ا سوفت وير. از جاست ا سوفت وير. انفيديا سوت اكثر من سوفت وير في الايام في السنوات اللي طافت. ما تدري تذكرون عن شيء يسمونه فيزكس. يس. اي بلا ذكر. انزين فيزكس كان واو اتذكر حتى اول ما شفته. تذكر هذاك اي ام دي هير افكت اعتقد. لا هذا بعد هذاك بروحه هذاك بروحه بعد. لا هاي انفيديا هير افكت. اقول لك بروحه غير عن فيزكس. هاي كان ويا ويتشر انزين اول ما نزل هير افكت. انه شلون الدب تشوف كل شعر حتى توم بريدر كان توم بريدر بعد كان كانوا كل الدمور وكل شيء كل بروحه هير لوكس ريل انا مو العب عشان شعره بس بوينت لا بس نهايه الموضوع بدفع $100 زياده بوينت بس شوف ليش ما بخليني حتى ليتس سي ان الكونسول طاف البي سي من ناحيه برفورمانس وايز خلينا نقول نفرض هاي الشيء يس وخلص الليسته ولا تبي تحكي انا اوكي خلص الليسته اول عشان نشوف مثلا هاي السؤال واجب بلا وقت يعني إيه إن بس لحظه جي بي الموضوع GPU اللي المفروض ما كملت عليه هم طرحوا موضوع ان اتول سبورت 8K شو اسمه ريزولوشن يس الحين ريزولوشن فيه تحت ترى لا جي بي يو عبالي انه بروح فنكست او عندهم في الليست اوديو أقول لك PS5 will have 3D audio that Mark Cerny believes will be dramatically different to PS4 audio. Basically, بيسوون audio أحسن. بعدين شبكة في الجويستيك. شلون بيسوون audio؟ Dolby Atmos. 3D audio بس ما في details. بعدين تأخذ Turtle Beach 15 دينار شبكة في الجويستيك وراح التكنولوجيا كلها. يعني audio you can always make it better بس في النهاية يعتمد على شنو audio. Your setup. شو اسمه؟ اوديو ديفايس اللي عندك اذا عندك سماعه دينار غير عن سماعه ب 150 دينار او اذا عندك تلفزيون شو اسمه ال سي دي من سنه 2001 ترى نرجع لموضوع يور تارجتنج هو ترى عرفت ذاتس ايشو النورمال جيمرز انزين اللي دي دونت كير دي جاست وان بلاي لان ماخذين كونسول ياخذ يشغل حبه ويشغل لعبه بالضبط او ترى البي سي يو كان جو تقدر تركب عليه اللي تبي احسن اوديو ساوند كراي بالضبط نكست ستورج وصلهم اختراع اس اس دي جايز كونجريشنز سوني اند بلاي ستيشن سوني وذ اس اس دي بيركبون اس اس دي في بلاي ستيشن 5 ما قدروا يسوون بلاي ستيشن 4 بلاي ستيشن 4 بس يو كان دو ذات يو كان دو ذات بس نوت ان اتس نوت انتجريتد انا شفت اخر شيء ترى بعد ما ترجع حق نفس الموضوع اللي قلته انت هو ار يو تارجتنج يور تارجتنج ذا كونسيومر اللي ما بيروح يحوس البلاي ستيشن بيشتري بركبه خلاص هذا بالضبط ذاتس بلاي ستيشن يعني احنا اوكي انا بروح مثلا لو انا كونسول بلاير والعب واجد بحوس بحط اس اس دي اكيد بحط اس اس دي مو بعور راسي ويا شو اسمه هارد درايف انا مره قبل كم يعني مره لما نزلت جود اوف وار اوكي جود اوف وار لازم تلعب جود اوف وار اتس اونلي اون بلاي ستيشن اوكي يلا بشغل البلاي ستيشن ما عندي بلاي ستيشن حجتي في المجلس في الصاله اوكي ركبت الهاي راجع من الشغل حطيت السي دي ليتس جو بس تركب سي دي نو داونلودز نيدد انستول ثلث ساعه اي نو ثلث ساعه ردد ساعه وشي انستول دزنت ميك سنس يعني انا بلعب ثلاث ساعة انتظر اللعبة تصير انستول اوكي لانها هارد درايف اوكي سلو حطوا اس اس دي هاو هارد فور يو نو ذا هارد درايف از نوت ايفن ذا فاست وان لا يو نو 5200 ار بي ام والله لا بس انا بقول لك يعني فكر فيها انت بعقلك سووا بلاي ستيشن 4.5 ركبوا عليها اس اس دي يو دونت نو نيد تو اناونس اس اس دي يقول لك شو اسمه عن الاس اس دي يقول لك بيكون بي سي اي 4.0 كونكشن هنا اوكي اكيد يعني يقول لك شو اسمه سيرني جيف ان اكزامبل اوف 0.8 سكندز لودينج تايم كومبيرد تو 15 سكندز وان تيستد اون مارفل سبايدر مان واو من 15 ثانيه في اللودينج الى 0. ما قدروا يسوون في بلاي ستيشن 4 كذي they could have بس هي hey. في بلاي ستيشن 3 كنا نقدر that's how you make money i guess whatever consoles I don't know. آخر شيء resolution اللي كنت بتكلم عنه. PS5 will have up to 8K support. Up to 8K. إذا 8K supports. Has developers بيسوون الألعاب up to 8K. Upscale. I have only one word. Upscale. Upscale. Presumably including full 4K. مفروض يكون في PS5 على حاجيهم إنه
فول 4K، مو يعني انه ما بيكون سكيلينج، بيكون 4K 4K اكشوال 4K. واخيرا الناس على حسب اللي يسوي اللعبه، اذا بيسوون اللعبه مشكله 4K is not small. اوكي doing stuff in 4K is huge. انت yes. تعرف ازين منه بالموضوع. اذا انت بتحط اللعبه، اذا مثلا خلينا نقول going to next gen console، هل بنروح fully digital وبننسى سيريز؟ yeah but how much down how much حموز امس قلت لي موضوع انت. اي في موضوع ثاني لنفس الشيء عن next gen console. أي. او اللي يواصل في next gen console اللي هو اكس بوكس دي اناوس الجهاز الجديد اللي ما في سي دي، ما في سي دي، نو سي دي تراي فور ات. انزين ترى اخر مره انتم استخدمتوا سيديات واتيفر، ما ادري تلعبون كونسول الحين من God of War. انزين اخر مره يو هيلد ا سي دي وخليتها داخل بلاي ستيشن او بي سي قبل ما هذا God of War وردت like انا صراحه يعني لان انا ما من زمان ما لعبت كونسول. زين تروح تشوف اي بي سي عندي اي جهاز شو اسمه ما في سي دي اصلا اكشلي. انزين اتس ا جود ثينج انا باد ثينج، بس اذا ما بتسوي بي سي انزين بتنزل لعبه حجمها 80 جي بي انزين ابيها على الاقل تنزل انزين ولا واحد يعني بالضبط. مثلا شوف مثلا خلينا نقول فور اور كيس مثلا yes. احنا اوكي عندنا نشتغل في اماكن عندنا بي سيات عشان اي كان داونلود مثلا في الشغل وانا قاعد في الشغل ويصير داونلود او نزلت اللعبه اليوم الداونلود اوكي في وايد العاب فيهم بريلود تقدر تنزل قبل اسبوع من تنزل اللعبه، بس يعني ان انا ممكن في البيت طول الوقت عشان اقدر اروح اشغل بلاي ستيشن وانزل لعبه اي كان داونلود في بي سي في الشغل الكريت في عندي هارد ديسك وياي على طول. هني الفرق بين البي سي والجهاز والكونسول. يعني على البي سي لو عندك خلينا نقول مثلا محلنا احنا سبيد عندنا 500 بي بي اس اوكي، لو احنا نزلنا لعبه من اي سيرفر من اي مكان من اي لونشر بينزل خلينا نقول بيعطيك 90% من السبيد وانت تنزل. على بلاي ستيشن عندنا المشكله هاي في المحل واجد دائما، حتى لو سبيد مالك عالي يعطيك يعطيك لوور سبيد. مو على النتورك كارد، نتكلم عن النتورك كارد، نتكلم عن سيرفر سيرفرز ذات يور داونلودنج ذا جيم. هذا المشكله ان سيرفراتهم ما بيعطونك نفس ما يعطيك من في البي سي. If you want me to download a game خلينا نقول النكست جن كونسولز بيكونون العاب كلها 4K games. So خلينا نقول at least 185 GB. At least. فرضيا اوكي. يوتيوب انا انزل 105 GB. لا ترى هذا ترى هاي ما له خص. لا انتم قاعد تخربطون في اشياء. لا شلون؟ بقول لك يعني اكو most of the games running it in 4K على البي سي. Yeah but when it comes to PlayStation it's not how PlayStation does not process okay, data okay. مثل البي سي. ما فكر فيه. ليش ليش is there resolution in PlayStation yes, I never thing. I never went same to thing. A game وغيرت resolution. مو تغير resolution يعني انا بقول لك انا باكر نزلت لعبه 4K وشغلتها على شاشه 1080 اوكي okay. انزين وش بيصير عندي؟ شغلت 1080 اوكي بلاي ستيشن yes. بلاي ستيشن ترى بتشيك حجم الانبوت بتغير حجم بس اللعبه بس انا عليك. انا من ناحيه بس انت يور داونلودنج في نهايه الموضوع ده سيم اوكي مو وياكم انا بتكون اللعبه فهم. اكبر بس ما بتكون لا 180 جي بي ما وصلنا ترى اللعبه حجمها 180 جي بي بس ما احس يعني حتى هذه طبعا هذا لا دخل بموضوع اللي هو ستيديا اللي هو جهاز مال جوجل لا ستيديا اسمه اي ثينك سو نفس الشيء هذاك بيكون بيكون لا هذا كلاود ذات وان از ا كلاود ستريمينج كان قاعد يطالع يوتيوب تقريبا عرفت كان قاعد يطالع يوتيوب سو اي دونت ثينك اتس بس يعني بس. اوكي نرجع حق هذا السالفه اللي هو اوكي عندنا مثلا لو بيكون بعد سي دي زو كذي انه بيكون كل شيء ديجيتال يكون اسرع او مثلا مثلا انه ديجيتال مثل ما قلت انت سالفه انه ات هاز تو هاف مثلا اذا انا بركب انترنت يكون سريع النت واي فاي most people use wi-fi it's hard for you to download على wi-fi بيكون نفس السرعه اللي ود ايثرنت واذا بتركب ايثرنت في الكونسول الكونسول في نتورك كارد تشيب يعني وقاعد يعطيك سرعه الفل اللي عندك واحنا يعني ان وصلنا مرحله في تقريبا في المودرن كونتريز ات ليست معظمنا عندنا فاست انترنت خلاص يعني كلنا عندنا فايبر اوبتكس كلنا عندنا انترنت سريع بس your device is not يعني ما قاعد يشتغل السرعه اللي عندك لان limitation من الجهاز من الجهاز نفسه. بعرضكم في موضوع واحد بس انا بقول لك اكو بي سي عندنا اياه مثلا بدون سي دي صح البلاي ستيشن بدون سي دي اذا صارت او اي كولت صارت بدون بي سي بدون سي دي the only thing اللي احنا نعرفه as a console ان انا بجيب بحط سي دي انزين والعب عرفت الحين بنتظر داونلود داونلود من السي دي انزين الحين بنتظر داونلود لا من لعبه بدون سي دي احنا قاعد نتكلم ديسكليس اوكي اوكي ديسكليس فال داونلود ذا جيم اوكي انزين انستول ذا جيم دقيقه ها اول يوم نزلتها داونلود او خليت سويتها بريلود اوكي نزلتها شغلتها اول يوم نزلت اللعبه ابديت دي 1 باتش هذه واجد تصير دي 1 باتش انستولينج اقوى داونلود لازم في انستول انستولينج بتوين ذم انستول لا قبل لا قبل يمكن قبل لا تشغلها يطلع لك انه دي 1 باتش نزلها وبعدين انستول مان احنا
اول ما هاي تروح تلقى اي واحد حق كونسل انستول شنو انستول ما يدرون يركبوا بس ما يدرون شنو انستول هاي شوف هاي ارجمنت ويا ولد الناس اللي يعني انه اللي حدهم هارد كور كونسول بلايرز يقول ايه انت لازم تسوي داونلود وانستول على الراس واحنا بس تركب السي دي والعب ما ذكر اخر مره لعبت بلاي ستيشن 4 وما طلع لي انستول وقاعد انتظر هالكذا عرفت انستول اللي في مثلا اوكي واجد العاب لعبتهم في اخر فتره مثلا اوكي تسوي مثلا داونلود لعبه في ستيم تصير داونلود اول ما تصير داونلود انستول تكس فيو سكند تصير انستول ولا تبش اللي ينرفز ازيد انزين خلينا نقول انت يعني مو عندك بجت عدل وعندك 500 جي بي بلاي ستيشن انزين تعال محل لعبه محل لعبه مان ايماجن انا بي سي مالي ما ادري اخر مره متى صار فل مع انه يمكن عندي 2.1 تيرا بايت والاس اس دي مثلا انزين عندي 2 اس دي ولا 1 تيرا بايت عندي سؤال في الكونسول في البلاي ستيشن خصوصا بلاي ستيشن اذا انت نزلت لعبه اقدر اسويها مثلا كوبي واسويها انستول في لازم اعتقد تسوي باك اب للبي سي بلاي ستيشن قبل تو باك اب ذا هول سيستم اي كانوت باك اب اللعبه بس نو ذا هول سيستم وتروح تسويها بيست على البلاي ستيشن الثاني ريستور بالضبط نفس تو مي هذا النكست ستيب ذس از يعني اللي بيخلي يعني احنا تشوفوا التوبيك كامل عن سالفه ان نكست جن كونسولز وشلون بيكون ان خصوصا بالنسبه لنا انه لازم يوصلون الاين تو ليفل اوف بي سي اللي احنا حاليا في بي سي طبعا اذا قلنا مثلا بلاي ستيشن 5 والاكس بوكس 2 ما ادري وش يبون يسمونها نكست اكس بوكس اكس بون وقت اللي بيطلعونهم خلينا نقول بيطلعونهم عقب سنتين البي سي بيصير احسن بس خلينا نقول عقب سنتين لما ينزلون البلاي ستيشن لما تنزل بلاي ستيشن 5 لازم تكون بالنسبه لي على الاقل اون ذا ليفل اوف بي سي ناو الحين في هاليوم اللي احنا فيه هذا واحد من الاشياء اللي لازم يسوونه لازم يحطون انه اذا انا نزلت لعبه وباخذها مثلا او يو يوز انت قاعد في البيت احنا بنتكلم لعبه في بيتكم بنتكلم عن افري داي جو كل كاستمر الحين عنده بلاي ستيشن انا وياك ربع زين انت عندك بلاي ستيشن انا عندي بلاي ستيشن بنلعب نفس اللعبه شلون تقول انت ويا ربع ترى ربع يعني لا اوكي انا اكزامبل انا او نزلت هاي اللعبه عندك اياها لا ما عندنا نقول مثلا نزلت ريد ديد ريدمشن زين وانت نزلتها وانا كنت في الشغل واليوم نزلت شنو قلت لازم العبها وياك اليوم اونلاين ما شنو وقلت لي اوكي تعال مر علي البيت بعطيك الباك اب المفروض يكون ان اي زين اجي بيتكم اركب لاين هارد ديسك بالضبط اوبسلي ذس وان جيم وديها وياي البيت اسويها انستول على اس اس دي كذي يصير انستول مفروض وابتدي العب ان ذا نيكست at least 10 minutes انت تصير كوبي انا انستول مو انا ما بنتظر ساعتين ثلاث ساعات لما اسوي انستول انا بلعب عنك ساعتين مو عندي اذا انا رجعت البيت لازم تنتظر ساعتين عشان اقدر العب اللعبه خلص الوقت اللي عندي لازم اسوي اشياء ثانيه ترى يعني ولازم تنظر انا باكر دوام انزين انا والله as a next console ابي support at least 144 I don't care about 8K اي 144 لان since most of حاليا اليوزرز they don't have even 4K TVs. Hey. Okay, if you have 4K, 4K is enough. عرفت? If you want to go 8K, just wait. Hey. Okay, بتسوون فيها ان هي سبورت حاليا ترى ما في كم تلفزيون عندنا بس 8K. بس بعرف. في CS last year ترى they just غالي يعني hey. مو اي احد يقدر يشتري 8K TV يعني انت انا عارضك صراحة في هاي الشيء. في شنو؟ لان شوف سوني لما يجون للكونسومر يشوفون اكثر الناس شنو يستعملون. اوكي احنا خلينا نقول PC gamers okay. انا لو بلعب بلاي ستيشن ما بلعبها على شاشه 43 انش بلعبها على مونيتور مال بي سي لان انا بالنسبه لي افضل اي انا اقول لك نرجع للموضوع الاول اللي قلته من ساعه أيه. انزين يور تارجتينج هو yes. عرفت انت التارجتينج هم سوقهم يشوفون ترى مسوي الكونسل عشان انت تقعد في على الكاوتش مالك انزين في البيت في الليفينج روم انزين يو كليك ابتن او تلعب yes. عرفت مستحيل ما يخلونا بتعال على شاشه عدله او كرسي جيمنج ترى يور بلاين كونسل في نهايه الوقت اذا تبي يروح جو فور هارد كور فمن كذي احنا نشوف الاي سبورت عموما زين موست اوف اي سبورت ترى تورنمنت قاعد يصيرون على بي سي مثلا عندك مورتال كومبات فايتنج جيمز اوفر واتش على بي سي شو اسمه عنها موجوده على كل الكونسولز عندك رينبو 6 على البي سي معناها موجوده على كل الكونسولز اتس جاست يعني سمثينج شو اسمه اللي اذا بيسوون الاي سبورت لان هارد كور بيبل بلاي هارد كور بيروحون على شو اسمه على بس ترى احنا عندك مثلا العاب مثلا فيفا بتكون على البلاي ستيشن اي بس ترى دائما تحط بالك انت مسوي حق هاي حق خلينا نقول ليفينج روم اكسبيرينس وهذا مسوى حق مثلا مور هارد كور بيسكلي كاوتش جيمنج كاوتش جيمنج عرفت سو مثل يو كانت جو برو او يو كانت جو هارد كور يا واذا تلاحظ هالايام يعني هذا الشيء قاعد يصير حتى في البي سي جيمنج قاعد يحاولون يعني الشركات يحاولون يسوون بروموت حق الكاوتش جيمنج مال البي سي
أي. بس it doesn't work on every ما game. ما تدري بعد. It بالضبط. happens. في ألعاب مثل Rocket League وغيره. بالضبط. It works with them. Couch gaming. إنه تقعد على الكوتش و Steam سووا لهم Steam Link وما شنو حركات. بس مو كل لعبة يشتغل عليها. صح أكيد. المهم. غطينا معظم. Next gen consoles. Next gen console. يعني for us إحنا يعني في نهاية PC gamers most of us اللي يعني we don't care about the console that much. بس بعد في النهاية. We have to care that it is about gaming. صح أكيد. واحد والشيء الثاني إنه شو اسمه exclusives كلهم اللي نحبهم واجد منهم مثل Last of Us 2 إحنا بتنزل أعتقد بيسوون على PS5. I hope not. إنزين بس سؤال سريع الحين أبي كل واحد يعطيني main feature إنزين نبيها في النكست جن. حمود قال already أنا أقول موضوع أنا بالنسبة لي copying games and installing and copying games has to be fast لأن واجد ضيع وقت ان اقعد بس شيء وشيء ثاني ان البلاي ستيشن اذا قاعد تسوي انستول اللعبه ما تقدر تسوي شيء ثاني ما تقدر تلعب لعبه انستول ولا تقدر تبطل البراوزر تروح تطالع مثلا مان براوزر ادم براوزر اصلا البلاي ستيشن انا اتذكر ان البراوزر ما نبقى مفروض للحين ما صار حتى بلاي ستيشن اي فمثلا اذا انا عندي البلاي ستيشن قاعد اسوي انستول اللعبه انزين وبيبلها 20 مينت ولا 30 مينت اقدر اروح اطالع حلقه ريك اند مورتي على نتفليكس صح. ولا لا اذا بطلت نتفليكس اب بكنسل لي الانستول ولا لا لان في البي سي ما بكنسل لي لا لا ما بكنسل في البلاي ستيشن ما اعتقد يكنسل اي ثينك اتس فاين يعني اي ثينك ذس از سمثينج وي نيد بس دازنت ماتر هذا حاجه الحين اند فور ذا نيكست جن لازم يكون سريع لازم يكون 5 مينتس 10 مينتس انا شوف بلاي ستيشن 3 كان فيها ميزه واجد كنت حلوه وكنت واجد عجبتني اللي هو هاي طبعا تكنسلت بعد اللي هو اللي تقدر تركب لينكس على بلاي ستيشن لا بس هذه لا تنسى ان اتس ثيرد بارتي يس اي نو لا 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 ات واز اوفيشال من لا ما كانت اوفيشال من سوني لا 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 فيتشر تو لا لينكس اذا تقدر تسوي انستول سوفت وير زياده على هاي كان فيتشر فروم ذا بلاي ستيشن 3 اتذكر انا اتذكر بعد زين ليش بتنزل ذاتس ذا ثينج ابي منه شيء واحد شنو مثل ما قال حموز هو موضوع ability of copying games انا بالنسبه لي ability to browse files inside which includes copying اي بس يعني انا بقول لك انت حقك انزين هاي الشيء بس انا اقصد حق الجنرال بابليك انزين انت انا بقول لك دشيت اتذكر يوم بي اس بي كنا وي تشيك وي هاك كان وي داونلود بايرتد جيمز انزين بس كنت تدش الروت فايل صح لو مو صح حاجه كنت تفهم شيء منهم لا بس at least it's there so if somebody انت حقك انا قاعد اتكلم حق الجنرال بابليك يعني مو حقنا يعني مو حق المور اكسبرت او اللي بيسموه مثلا شو اسمه ما ادري صراحه ما اشوف الكونسل لهم انا بالنسبه لي ما عندي اي انترست اشوفه في الكونسل انا اشوفه معظمه على البي سي بس if there was something يعني خلينا نقول كيبورد اند ماوس سبورت هاي اللي اقصده هاي واجد ترى مهم مو كيبورد اند ماوس انا باي يعني يو اس بي مثلا خلينا نقول مثلا اكس بوكس كنترولر بالضبط ابغي على خلينا نقول اكس بوكس بلاير وعاجبنا الاكس بوكس انا بالنسبه لي افضل اكس بوكس كنترولر على البلاي ستيشن 4 كنترولر تو جيف مور سبورت حق الثيرد بارتي انزين يقدرون يشون الماركت يعني انا ما بلعب في ناكن لان ما يعجبني انا هاي الاختراع مالهم بس لانه اوفيشلي لايسند باي سوني انزين دونت وانت وما يسوون واجد اشياء ثانيه اوفيشلي لايسند فصح انزين انا عني صراحه انا افضل 144 انزين حق الكونسل بيكون واجد شيء انزين بيرجع تقريبا الكومبيتيتيف بلاي حق الكونسل يس يس اي اي ثينك اي هذا واجد شيء مهم لانه يفرق شو اسمه يفرق انه شلون يكون شو اسمه اوكي ف يو وانا موف اون تو نيكست توبيك قبل ما نروح للنيكست توبيك حق اللي كل اللي يطالعون او يسمعون البودكاست مثل ما قلنا برايكم على الموضوع شنو تحسون في اشياء بيكون مهمه بالنسبه لكم في النكست جن كونسول وهل هل هذا الشيء يفرق عندكم ولا لا اوكي فنكست توبيك I'll introduce the topic a topic واجد يعني مهم بالنسبه لي لان خصوصا في السنوات اللي طافت احس مهم بالنسبه للثلاثه اللي هي يعني ان something يعني ان I got interested on late انزين وبس يعني شيء I'm passionate about اللي هو e-sports وخصوصا e-sports في المنطقه اللي احنا فيها في الخليج عموما وميدل ايست والبحرين especially لان احنا في البحرين فا اوكي في واجد اشياء نقدر نتكلم عنها في هالتوبيك واجد بس في البدايه اللي بتكلم عنها ان الافورت اللي قاعد تصير في الاي سبورتس خصوصا في المنطقه كامل وخصوصا في السعوديه لان السعوديه صراحه الاشياء اللي قاعده تصير هناك تخليك توصل مرحله انه
اتغار ان انت ما عندك شيء. انا تقدر تقول maybe I muted most of the stuff. انا already سويت انفولو حق شو اسمه، مو حقدا عليهم ولا شيء، بس صراحه مشكلتي ان انا اشوف شيء عندهم وما اشوف عندي. عرفت، لان انا على قولتهم ان ساعات انت تحس ان you can do that in your country exactly but nobody is giving. قبل ما نروح على ندش الاشياء اللي احنا او الاوبينينز مالنا، خلينا نتكلم بشق هدومي. ابى اشرح حق الناس اللي ما يعرفون عن الموضوع ازيد قبل، ان حق الناس اللي ما سمعوا عن موضوع اي سبورتس او ما يعرف شنو الاي سبورتس عموما. الاي سبورتس هو يعني الكترونيك سبورتس، مثل اي رياضه ثانيه يكون اللعب على اي لعبه من الالعاب. مثلا عندك كاونتر سترايك او سي اس جو، عندك فيفا، عندك رينبو 6 فايتنج جيمز، شوتينج، كل هالالعاب اللي يلعبونهم بروفيشنالي تيمز او يلعبوا شخص ضد شخص ويفوزون جوائز او يروحون حق بطولات عالميه وكذا. فهذا الشيء موجود طبعا في العالم وبجوائز عوده، مثل عندك في ليج اوف ليجندز، دوتا كم وصلوا هالسنه؟ 25 مليون دولار حق الاول ولا توتال برايس بول يعني 11 مليون. بعد يا جماعه مو شوي 25 مليون دولار. شوف انا ما اهتم بجوائز انزين، لان موست اوف الاذر سبورت ترى يعني في نهايه الموضوع ساعات تروفي يكونون اي تروفي انزين، بس انت هني التروفي انت قاعد تقول حق دانر اي ريكوجنيشن، تقول لهم ترى اي بكم ذا فيرست، انا ذا بيست ان ذا وورلد، انا احسن لاعب. هذا الشيء طبعا منتشر بشكل عود في بلدان ثانية، مثل في شو اسمه في امريكا واوروبا، اوروبا امريكا السعودية الحين السعودية وكوريا. فموضوعنا عن هني، فالسعودية قاعدة يعني من بلدان اللي قاعدة تحط افورت عود في هالمجال. رحنا واحد من الايفنتات، اي ما ادري شباب اذا شفتون، اعتقد تقريبا اسبوعين او ثلاثة قبل انزين كنا رايحين جيمرز كون زين في السعودية، وكان عندهم بطولة تيكن، صراحة كانت اسطورية، one of the best. أنا يعني I felt like real e-sport للمحلة، أنا حسيت روحي مسافر ديرة ثانية صراحة. يعني صراحة it was really amazing. بطولة تيكن اللي صارت كانت كان فيها 12 لاعب إذا أنا مغلطان، ما أتذكر، بس كانت يعني invitation 16 لاعب، كان 16 لاعب أعتقد، ثمانية سعوديين وثمانية international. international لاعبين يعني من دول يعني على قولتهم top players in the world. كان طبعا تيكن ماستر كان هناك، تيكن ماستر our boy let's go كان في البطولة شو اسمه، وجائزة يعني أعتقد على كلام الشباب كانت أكبر جائزة في تيكن في العالم. في تيكن في العالم يس. يعني 60,000 دولار. 60,000 دولار ما في حتى بطولة تيكن الأوفيشال من من الشركة نفسها. أي من نامكو. من نامكو مو كثر هالجائزة. بانداي نامكو لا. شباب لا تضربونا بعدين إذا طلعنا مني. المفروض حق اللي تحت FGC كامل سوري. يا بليز سوري جايز. شو اسمه؟ ف يعني انه شيء عود ان اكبر جائزه في هي اول مره الالعاب وفي السعوديه يعني حتى يعني لعبه تصير في ايفو اعتقد. لا اي جس يس، وكم جائزه في ما حد يعرف، ما اتذكر والله. مشكلتنا يقولون على حسب، بس مشكلتنا يوز اليوم ما استرج اللابتوب، على الاقل اقدر اكلها برفرنس. انزين ام سوري. فاذا جائزه في السعوديه اكبر من جائزه في ايفو، واحد من اكبر الايفنتات حق الفايتنج جيمز، هذا الشيء يخليك تقول قاعد يصير، ليش قاعد يصير عندنا هني كذي؟ انا ببعد احنا بعدنا بكذي عندنا هني في البحرين. بس يعني شيء عجيب صراحه، وغير الالعاب الثانيه اللي سووها مثلا عندك اوفر واتش عجيب، كون الستيج واحد من ابطال العالم في فيفا، مساعد دوسري اكيد دوسري. يعني انه يخليك تقول البلد صدق قاعد تستغل الطاقات اللي في الجيمينج بطريقه صحيحه، يعني قاعد يعطون الناس المجال عشان يوصلون، لان هذا الشيء خلاص صار عالمي. يعني صار انه اوكي الاي سبورت صار شيء انه من مثل اي رياضه ثانيه، مثل كره القدم، في واجد ناس يتابعون، في ناس واجد يهتمون في الموضوع، في واجد ناس يقدرون يوصلون لمرحله زينه. بس بالنسبه له بالنسبه لنا احنا هني في البحرين we still have to push more to do more. زين شفنا يعني، لكن ترى في الاونه الاخيره يعني مثلا they have teams زين مسجلين. أيه. انا عجبني صراحه تسجيلهم، يعطون شهادات سيرتيفيكيت. اي يعني ممكن حتى مباشر ما تقدر تشارك في بعض البطولات اللي لكن اصلا مسجل فريق زين، يعني ويا الوقت يقدرون يسوون اماتشر تيم، اماتشر سوري ليج، يقدرون يسوون بروفيشنال ليج بالضبط. انزين هاي ترى برفع الدوله، حتى اعتقد قبل فتره بسيطه قاعدين حتى ويا بليزرد نفسهم ترى اللي هو يعني شو اسمه من بليزرد من اوروبا، هيئه هم شنو هيئه شنو هيئه الترفيه مو ترفيه، هم هيئه الترفيه هم يعني
تليفوني رن شباب. حياة ترفيه لا هو حياة ترفيه أعتقد اللي فوق ال. طبعا أظن هو المين. اتحاد إيه بعدين اتحاد مالهم اسمه. العاب إلكترونية. سيف إس هو السعودي فيدريشن فور إي سبورت إلكترونيك أند إنتلكتشوال سبورتس. أوكي. هذا مستحيل تقريبا نفس الاسم حق حق البحرين بس في احنا عندنا الفرق كلمه واحده احنا اعتقد مايند لا مايند اي مايند احنا مايند ما ادري انت الاكتوال احنا مايند اي ثينك شيء كذي انزل بس نفس الطريقه يعني نفس الفكره اللي هو الالعاب الالكترونيك الالكترونيه والعقل اللي هم مثل تشيس وسوالف والله احنا نتمنى عادة. يعني نقدر نشتغل على مثلا البحرين اكثر انزين يعني اعتقد انه ترى في مستقبل عندنا لاعبين ترى في البحرين أكيد عندنا مستقبل يعني احنا ترى قاعد نمدح السعوديه طول الوقت ترى احنا عندنا لاعبين عندنا مواهب في البحرين مواهب يعني السيد هاشم ترى سيد هاشم از ون اوف ذا بيست اكزاكتلي اعتقد هذا الشيء اللي يخليك تقول انه ليش احنا نبي نسوي مثلا او نبي نشوف ان اشياء اكبر هنا في البحرين لانه صعب ان نطلع المواهب الموجوده في البحرين بدون ما تعطيهم المجال انهم يقدرون يتحدون بعض ويوصلون مرحله انه يصيرون احسن انت يعني انت كلاعب اذا تلعب اونلاين يمكن تكون واحد واجد زين في اللعبه اونلاين بس انت توصل لمرحله انه خلاص اللي قاعد تلعب ضدهم اونلاين غير بس اذا تلعب اون بروفيشنال ليفل ولا تلعب في لان في لوكال وهذا وعندك مثلا البريشر مال اللعب والجائزه والناس جمهور اللي يتابعون يتغير تغير طريقه لعبك اذا مثلا وفي في جول حقك مثلا انك تبي توصل ان تكون مثلا الاحسن في البحرين في واحد يبغى يفوز بمبلغ في ايه واحد او مثلا ايه انك بتكون الاحسن في البحرين ايه اسم بيكون أو عندك دافع يخليك تتدرب ان تكون اوكي انا لان ابي اكون مثلا ابغى اشارك في بطوله العالم في مثلا هارتستون انا بلعب زياده وبتدرب وبشوف شنو الطريقه اللي اكون احسن هذا وكل مره العب او العب ضد ناس موجودين في بطولات هني عشان اذا انا فزت في كل البطولات اللي هني اقدر احس روحي عندي مجال ان اروح اشترك في بطوله مثلا اللي بتصير في دبي اللي بتخلينا اتاهل حق البطوله العالميه ترى شوت اوت يعني صبيان عندنا في الاف جي سي هني دائما مثلا يلعبون اونلاين yes. زين وصلوا الفاينل تقريبا وخسروا يعني هارد لك ليهم عافيه عليهم بس اقول لك انه بس انا اقول لك ايه ترى جماعه شوت اوت حق اي احد مثلا يبي يشارك في بطوله ما عنده الامكانيه انزين انه يشارك اونلاين انزين يعني هاف باد انترنت ما شنو كلمنا انزين ويل سبورت يو جايز من هذا الموضوع ترى ريسبون سبورت الكوميونتي قبل كل شيء اي احنا بالعكس احنا بنساعد الكوميونتي يكون احسن اف يو وان تو دو اني ثينك جماعه وير اوبن تبون بدخل لكم ماي مال السوشيال ميديا انا عاجبني انزين اللي طالعنا اللي طالعنا مثلا على شو اسمه على الستريم او اللي طالعنا انزين يوتيوب اي واللي قاعد يسمعنا يمكن في البودكاست انزين يقدر يكلمنا على انستغرام تويتر مالنا اوريدي اوبن يعني ريسبون بي اتش كلمه واحده بيرسونال تويتر وانستغرام وريسبونس تويتر يو كان توك تو اس هير اند اي وقت اي وقت تبون تكلمونا كلمونا عن اي موضوع احنا بالعكس وير كول اوكي بويز اوكي عشان احنا ما نكون يعني انه اوكي بس محايدين على صوب واحد في الموضوع كامل نبي نتحكى عن الايفنت في البحرين لازم نتحكى عن كل شيء وببدا احنا جست يعني انه عشان نكون هذا ما نبي ان نسوي مشاكل ولا شيء احنا ما راح نتكلم سبيسيفيك عن شيء احنا راح نتحكى جنرال عن شلون الايفنتات الجيمينج خصوصا في البحرين اللي صارت شلون يعني. تاثر على الجيمينج جنرال او الفيوتشر اوف ايفنتس ففي الفتره الاخيره خصوصا في هالسنه شفنا كم هالسنه والسنه اللي طافت شفنا شوي ايفنتات صارت انزين من ضمنهم طبعا الايفنت اللي نقدر نقول اسمه لانه ايفنت احنا سويناه وبراود ان سويناه دريم لاند اكسبو طبعا دريم لاند اكسبو كان بالنسبه لي اعتقد هذا نصيحتي لكم ما نقدر احنا نقول انا اقول لك احنا ما نقدر نقول وي هيلب دوينج ات انزين بس نتكلم عن مثلا اراء الناس صراحه وما ادري شنو نشوف انه اتس ا جود فيدباك بالنسبه لي كان واحد من احسن الاشياء اللي سويتها في حياتي هذا اللي خلاني يعني ان دريم لاند اكسبو هو الشيء اللي خلاني اصير مور انترستد في اي سبورتس صح من دريم لاند لانه بينما بديت اشتغل على دريم لاند وبعدين نسوي الايفنتات والتورنمنت وقعدت اطالع مثلا التورنمنت اللي باريس كنت لحين اطالع كنت اشوف مثلا هيروز اوف ستون كنت اطلع اوفر واتش وكذي بس يعني كنت انترستد بس ما كنت يعني انترستد ان اسوي شيء اكبر في البحرين كان البيبي ستيب بالنسبه لي كان كنت كنت مهتم ك اودينس انه كشخص يطالع شو اسمه اللعبه او الالعاب اللي يلعبون بس ما كنت واجد انترستد انه ابي اسوي شيء ابي اوصل مرحله انه
هذين اللي مسوينها بطولة هالكبر في في مثلا في كوريا ولا في في تشاينا ولا مسوين فيها I want to do يعني مثلا 20-50% من اللي هم سوينا اسويه هنا عندنا. دريملاند خلاني فدريملاند حق اللي ما عرف دريملاند كان ايفنت سويناه السنه اللي طافت تقريبا سنه وكم شهر طاف على الحين 3 اشهر. سوينا ايفنت كان في ثلاث اشهر اباوت 10 جيمز كان فيهم وكنا مركزين على الاي سبورتس خصوصا فكان من ون اوف ذا بيست اكسبيرينسز نشوف الناس يلعبون نشوف الناس مستانسين خصوصا مثل ما قال علاوي الكومنتس وراي الناس ولما عقب ما خلص الايفنت والليل اليوم يسالونك على الايفنت صح. بس انا قاعد اتكلم عن ان جنرال ترى احنا قاعد اذا بنطالع مثلا الدول الاجنبيه مثلا امريكا يوروبا او واتيفر انزين قاعد تشوف there's two type of events في الجيمنج ايفنتس انزين ساعات اغلبهم يركزون على لعبه واحده yes. اظن ايفو لان ايفو اوريدي ترى فايتنج جيم فايتنج جيم فايتنج جيم كوميونتي اغلبهم يكونون مثلا خلينا نقول ببجي مثلا يكون بس عن ببجي هذا جايه من ديفلوبر انزين ليش احنا صعب عندنا مثلا ان نوصل الى مرحلتهم انزين لان احنا ترى ور تقريبا نتكلم عن اماتشر ليج انزين فاحنا الايفنت يكون فيه اكثر من لعبه انزين فما تقدر تركز على لعبه واحده اي يعني ايماجن ان دريملاند كان لعبه واحده انزين وحط مثلا البادجت كامل مال دريملاند في لعبه واحده تود بي اميزنج بس ما بيكون عدد المشكله اودينس احنا مشكلتنا في الخليج كامل اودينس حق اللعبه خصوصا قاعد نتكلم عن البحرين احنا ترى بلد صغير في الجسمه هذا اللي ياثر واجد السعودية تنزوا علينا يقولون عنا احنا ديره كذي صغيره عندهم انزين يعني ايماجن مثلا باشر سويت تورنمنت مثلا حق اوفر واتش في السعوديه وحطيتها جائزه وخليتها كل من يقدر يشارك بتوصل اتليست كم تبي 64 تيم زم ايزي احنا هني في البحرين نخلي جائزه ونخلي فري انترن انزين ما نوصل ما توصل عندنا وصل 60 والذا بروبلم از ان ساعات تنام ساعات مثلا الشركه المطوره حق اللعبه عندها باجت خاص حق الاي سبورت انزين نفس ما شفنا حق هيروز اوف ذا ستورم هيروز اوف ذا ستورم لما كان ثانك يو بليزرد شو اسمه يوز انت وش تقول عن الموضوع مثلا اي سبورت ويا السين انت هني يوز ترى عزت في انه واحد اشتغلت انفولف ويا الاوادم في اي سبورت عزت مني حتى ما ادري اتفق وياكم على هالموضوع موضوع ان وي هاف دان ا لوت فور اي سبورتس في البحرين ما بقول ان احنا اكثر ناس ما ادري بس ان وي ديد ا لوت فور اي سبورتس في البحرين اي بس وي اورجنايز ا لوت وي سو ا لوت المشكله عندنا مثل ما قلتون موضوع ان ما عندك ناس كفايه تشارك او صح. participate or involve into these اللي هو gaming tournaments فهاي ما يعطي motivation لا حق اللي يسوي المعرض ولا حق الشركات اللي برا اللي will take interest in doing something in your country yeah, yeah, yeah. ف يعني صراحة أنا من وجهة نظري أشوف إن I prefer to do something with in a country that has a bigger exposure خلينا نقول مثلا السعودية بدل ما أسوي إيه بس أنا بقول لك since إحنا all like كم ثمان ست كونتريز في الميد في الجلف اريا الجلف ريجن انزين ترى كلنا كانه بلد واحد تو ستيتس او ثري ستيتس في امريكا أيه. ليش أكيد. ما احنا عندنا الحين ما عندهم الناس انه اوكي بسافر انزين بروح البحرين مثلا يومين عشان اقدر اشارك في بطوله سنز انه مثلا في امريكا انزين بيطقون درب حق اي 3 انزين ان ستي ويك ذير انزين بردون رجعون بس شوف احنا حاليا خلينا نقول الشرقيه مثلا شرقيه انت ميدل في السعوديه في الريجن كامل أوكي. كل من يقدر يوصلها بسياره سهوله انزين خلي البحرين كل من يقدر يوصلها بسياره صحيح انزين ليش ما اوكي نخلي مثلا الشرقيه تكون سنترلايزد حق اي سبورت عرفت ليش لا صح كلامك يعني انه لاحظنا هالشيء يا جيمرز كون يعني معنا جيمرز كون ما كان يقدر يشيل هكذا عدد من الناس يعني اذا بنقول مثلا كل الجيمرز اللي في البحرين او الجيمرز اللي في الكويت او اللي في السعوديه اللي بيجون من الرياض بيروحون جيمرز كون ما بيكون المكان كفايه بس يعني ان ات واز ايزي تو جو يعني ان احنا من البحرين yes. لهناك ما اخذ لنا وقت بس على ان الجسر وبعدين خلاص وصلنا اي بس نفس الشيء اللي بالكويت يعني اي اربع ساعات يعني اربع ساعات الكويت اربع ساعات حق الرياض فاتس نوتنج ايزي حق كل من يوصل فاللي كنت انا بقوله يعني ان شو اسمه هذا الشيء اللي لاحظته مثلا مثل ما قلت انتم سويتم ايفنتات اكثر بس انا لاحظت الاشياء عقب ما سويت دريملاند لان ما كنت اركز على هالاشياء عقب دريملاند دريملاند معنا كان ايفنت جديد وسوينا في اشياء يعني ان وي بوت تو ماتش تراست ان ات ان خلاص قلنا انه اوكي تس ريسك بس وي تيك ذس ريسك
اعتقد هذا اللي اثر واجد بالنسبه حق ايفنتات ثانيه خصوصا في البحرين. المبالغ اللي حطيناها حق الجوائز والطريقه اللي سويناها كانت الطريقه الصح وهذا اللي اثر واجد. صح. في دريم لاند سوينا اوفر، سوينا رينبو 6، سوينا تيكن، سوينا فيفا، روكيت ليج، اوفر واتش. انا واجد العاب بس اللي ابغى اركز عليه اوفر واتش ورينبو 6 وتيكن، الفايزين كلهم سعوديين. تيم اوف شو اسمه اوشتك وايرز فازوا في رينبو 6 وفازوا في شو اسمه اوفر واتش وفازوا في تيكن، يعني مو نفس اللاعبين طبعا، لاعبين غير، لاعبين غير، عندهم تيمز واجد بس كلهم سعوديين. كلهم ناس جو من السعوديه الى البحرين، واعتقد اظن منهم ناس من الرياض جو، وكان في التيم اللي طلعوا الثالث اعتقد كانوا بس سعوديين كانوا لازم يمشون في اوفر واتش. واظن بعد بضيف نقطه، اوشتك وريرز عقب ما فازوا دريم لاند اظن ان انفيديا سو ذات اند ذي سبونسر ذم. اي بس لا تنسى انت هاي ترى كله صار قبل لا يصير الهيكله كامله حق الاي سبورت فيدريشن عندهم. اي بس لكن يعني انه هاللي خليني مثلا الاحظ الفرق بين مثلا اذا انت بتسوي الشيء بطريقه صح وبتسويها انه بتعطي المجال حق هاي ناس بيجونك، خصوصا لو وين كنت فيه. صح. مثلا في السعوديه لو صار مثل اللي صار في دريم لاند، على كلام لو بالضبط اللي لو دريم لاند يصير في الشرقيه احس بيصير عدد الناس اللي بيشاركون خمس مرات اكثر من اللي جاوا في دريم لاند، لانه بيكون ايزي اكسس فور ذم ويكون بطريقه صح. في ايفنتات صارت هنا في البحرين اللي ياثر واجد علينا على على ريبيتيشن مال، لانه البحرين صغيره مثل ما قلت، هاي المشكله اي شيء يصير ياثر على الباقي كامل. إيه لانه مو اللي كان ايفنت صار وما حد بيسمع عنه بيمشي. صح. اي شيء يصير خلاص ينتشر الخبر بسرعه. إيه. وكل من يعرف انه ترى او صار هل ايفنت وصار صارت هالاغلاط، فاذا بنروح الايفنت العقبه كل تفكيرنا دائما انه او الايفنتات يصير اعطي الايفنت نيم بس انونيمس نيم. شو اسمه هاي مال الدوكيومنتري اللي صار شو اسمه فاير خلينا نسميه فاير فيستيفال، كانه فاير فيستيفال بس خلينا نسميه ايفنت فاير فيستيفال. فاير فيستيفال اسمه فاير فيستيفال. كان يعني كان ناس يعني يبون يسوون شيء، وكان يعني انه فكرتهم حلوه بس اتسلك اوف اكسبيرينس على الشيء ترى الطريقه اللي تسويها يعني انه تهم الناس اكيد، وخصوصا عقب ما تشوف مثلا خليك من دريم، اذا تشوف السعوديه شنو قاعد يسوون، اذا تجيني وتشوف كل هالاغلاط اللي قاعد تصير اكيد الجيمر بيتضايق يقول انا جاي دافع يعني حق تذكره وداش وكل شيء وبشترك، واخر شيء هاي الليفل اللي تعطيني اياه. انا توقعت يعني انه اوكي اذا في يعني انه اوفيشال شو اسمه بليس وقاعدين يصير جوائز وما شنو وقاعد تقول انه بتسوي بطوله، فاي بوت ماي تراست وادفع حق تذكره عشان ادش تعطيني على الاقل مستوى انه يناسب انه يلعب الاي سبورت ايفنتس. شوف انت مثلا خلينا نقول انت بتسوي اي شيء في حياتك، انت قاعد عندك مثل اعلى قاعد تطالع وتبتصير احسن منه دائما. مو بتصير بعد يو كانت ايفن ريتش ات، عرفت؟ بس نقول احنا الحمد لله انزين هاي غلطه، انزين المنظمين لازم يعرفون منها، انزين ذا اذر ايفنت ار كومينج في هالسنه والسنوات الجايه، انزين دي هاف تو يحطونه ترى هاي ياخذونه ك وورنينج او كشيء انه يتعلمون منه. اتس ليسن فور ايفرون، مو بس حق اللي سووا الايفنت، حق اي احد يفكر يسوي ايفنت جيمينج في الفتره الجايه انه يشوف شنو الاشياء، شنو الاغلاط اللي صارت في هالايفنت بالضبط، وهاو كان وي افويد ات. وانا بالنسبه لي قلت هالشيء حق الشباب من قبل تكلمنا عن واجد، انا بالنسبه لي اذا انت شخص تبي تسوي ايفنت مال جيمنج اي سبورت في البحرين، البلد فيها too much people who know how to do this stuff وعندهم the experience the knowledge، حتى مو بس احنا، في واجد ناس غيرنا. اوكي احنا نعرف كلنا يعني ان عندنا الخبر وشيء، بس في ناس الصح، بس في ناس صح. انت أكيد. اذا تبي تسوي شيء وانت مو عندك خبره، انت عندك المبلغ وتبي تساعد الكوميونتي بس مو عندك الخبره ولا النولج، فايند ذا رايت بيبل اند دو ات، دونت دو ات. هو حلو الشيء ان انت تحاول تسوي شيء بروحك، بس when you yes get help، لان اذا تسوي شيء بروحك وتروح تطلع اشياء من مخك واشياء ما لها معنى، زين، والاوريدي في ستاندرد موجود من قبل يعني اكثر من معرض صار وغيره، وانت قاعد يو ديفاي ذات وتحاول ان تكون احسن وبعدين you become a disaster that's really bad that's really bad. ف مثل ما قلنا نبي نسمع رايكم في الموضوع. yes. كتبوا لنا كومنتس اللي في يوتيوب، كتبوا لنا كومنتس اللي يسمعون on other platforms، ما ندري وش البلاتفورمز لحد الحين، انا وي تراي تو فيجر اوت ذات لحين. وي ار اون وي تشات. كلمونا في تويتر وفي انستغرام @respawnbh،
عندكم التويتر مالنا البيرسونال اذا حصلتونهم تقدرون تشوفون. أه ونبي رايكم في الموضوع في الاي سبورت وفي نيكست جن كونسولز ان شاء الله بيكونون احسن من الكرنت كونسول. Let's hope so. شكرا مره ثانيه على المتابعه اللي طوعوا اللي اعطونا كومنت واللي شجعونا، يعني هو هذا الشيء بالنسبه لنا كان يعني خلونا نتحمس حق الحلقه هذه. صح ما يدرس ريلي هابنس يعني انا اتس فان تو دو ذات. يعني احنا عندنا جروب ثلاثتنا وصاصي او ماي جاد كل ما يزيد ريفيوز يعني شو زياده. انزين ترى ذا جايز اعتقد ان بنخلص الحلقه بنفتر على الكيو ان اي شوي، ترى في ناس يسالون. اوكي We will see you next episode. Next week, inshallah. حق اللي يتابعون. حق اللي يتابعون. Same day, same time. See ya. يلا باي.